المهم الخوت غنحاول نحط لكم كاع الفيديوهات اللي صورت في مجمع العائله، غنشارك معكم كاع الاقسام اللي صورت فيه الدور الاول والدور الثاني، حيت طلبوا مني الخوات ان شاء الله جايين يديروا عمرك، هي حاولت تحط لنا الفيديوهات اللي صورتي في مجمع العائله. نشوفوا الجديد، صراحه كاين الجديد واخا اسعاره ثابته، فيه الرخاء وفيه الغالي، وان شاء الله هذا الجزء اللي غنشارك معكم دابا خاص بالفساتين، غنشارك معكم العبايات شي حاجه طوب. المهم خليكم مع الفيديو، ما تنسونيش من اللايك وتبارطاجيو القناه مع العائله والاحباب للفائده. شوفوا هذا، بالنسبه للناس اللي كتبغي لكم راه عندهمكم، عندهم نصكم كل شيء. شوفوا هذا منبت ما شاء الله، من شوفوا هذا الشكل، مشكلة الأسعار مش موجودة عليهم ليه؟ شوفوا شوفوا هذا حاجة مناسبة العائلية تلبسيه، شوفي الوينات صيفيين، شوفوا هنا شوفوا هاد التشكيل ب200 ريال، هذا الموديل مو حلو، هذا حلو بس الاختيار يختلف يعني كل واحد يذوق. هذا ب675 ما شاء الله والله ثقيل، هادو ب224. شوفوا هنا هادو فنين، شوفوا روعة، عجبني هذا، هذا يصلح حتى الحوامل. شوفوا هذا البوردو، واو تشوفوا الأصفر، يا سلام شوفوا كيف مخدوم، عرفتوا الحاجة راه ما كتبانش في الحقيقة. شوفوا لكم بالنسبة لي كتبغي مستور طبعا، وفيه مقاسات عرفتوا فنيون صراحة روعة. شوفوا يعني مو ضروري تلبسيه في عرس، تلبسيه في اي مناسبه. شتو الخوزه، واو الاسود يجنن. الاسود زي حق حلم سلطان، كتعقلوا عليه زي هذا برضو لكم. شوفوا هذا يجنن، يا الله يا الله، شوفوا شوفوا يا بنات هانتو، فستان ينسي فستان، شوفوا هذا روعة. قماش منبت، وهذا برضو منبت، المشكلة ان ما في اسعار. ايوه في بس ورا، شوفوا هذا من 540 روعة، هذا شو هذا عجبني هذا، شوفوا كيف يعني ما يعكلك ما تطيحك، كيعجبوني الفساتين اللي كذا، شو كيف يا اما كذا يا اما كذا، ما يكونش مجرجر. شو هذا روعة، يجنن هذا. هذا الخوت 298، المهم أنا عطيتكم أفكار وانتم تجيو تشوفوا واللي ناسبتكم راه غتاخدوه. شوفوا هذا بالنسبة لي كتكون قصيرة، كاين اللي ناسبك انتم. شوفوا هنا
هذا الخوت بمية واثنين وتسعين. هذه الأشكال مشجرة، تعالوا تشوفوا هذه الأشكال اللي روعة. شوفوا صراحة جبيل جديد بالنسبة للعائلة، جبيل جديد. شوفوا 675 بالنسبة لي بالنسبة لي غتشري هذا لكان خوها ولا خاتها اللي غيتزوجوا، يعني تبغي تبان كشخة. أما تكوني معزومة يعني مستحيل أشتري هذا إلا شيء يكون ناعم. شفتوا ما شاء الله، ضروري أخت العريس، أمه، أقاربه لازم يلبسوا زي كذا. أما زي كذا هادو ناعمين فنين. تعالوا شوفوا هنا، شوفوا واحدة اشترت زي هذا دحينة، أخذت زي هذا ما شاء الله، مع أنها بيضة يجيها كشخة. وانتم يا حبايبي روعة، شوفوا هذا ناعم، تلاقي فيه زي الأميرة، حتى الشعر يكون ناعم. يا سلام، شوفوا هنا فن. تعالوا شوفوا، شوفوا هانتوما، هادو حسهم تقال في اللبس، حتى البنوتات الصغار فيه بمية وستين ريال. هادو شوفوا هذا حلو، ما شاء الله طوالة كلها، عجبني هذا. الله ما عطيتكم نظرة بالنسبة للبنات اللي هنا تبغون فساتين، شوفوا كيف شيء جنن. وطبعا عندهم الجديد، شوفوا هنا، شوفوا هادو عير بميتين ريال، شوفوا هادو، هذا الخوت بميتين وستين. المهم تختلف الشكل، شوفوا هنا، شوفوا هذا، وهذا ناعم، شوفوا هنا. وبالنسبة لي كتبها الكسيوات فنان، هنا عندو كساوة، هذا كلهم كساوي. تخيلوا كتعدي وحدة زي هاديك تروح للمغرب وطلعت بها تجنن، حماقو عليها البنات. أهم شي تعدلو الطول ديالها. شوفوا هنا العبايات، هادي بمية وثمانية وعشرين، طبعا هادي بالسحاب سلسلة، شو روعة. شوفوا مية وثلاثين، مية وأربعين، مية ريال، هادي مية وثمانية وعشرين، كندوي غير شوية. شوفوا هادي، هادي بخمس مية وخمسة وأربعين، شو ما شاء الله. شوفوا هادي هابطة حتى لتحت، بالنسبة للعبايات لو بغيتو شي حاجة ليكم نتوما تعالو لسوق العائلة. بصراحة أنا كناخد من عندهم، هادي سعرها بمية وثلاثة وستين. شوفوا هادي غزالة، نفس الشيء نفس في اليد. شو هذه هي، شوفوا هذه غزالة،
شوفوا هادي فيها الجويب.